مفيش ألم، مفيش موت، في طيران أسرع من البرق لروحك. وأنا صاحب مفتاح الجنة، أنا حسن ابن الصباح. مبدعين احنا المصريين، محدش يقدر يقول غير كده. الإبداع عندنا في الفن، في الكادرات، في التصوير، في التمثيل، يعني وكل عام بينضم إلى الفرق الإبداع ناس تانية وأسماء كبيرة مختلفة، بالذات في مجال الصورة. ما نقدرش ننكر أبدا حتى في دراما رمضان اللي موجودة 2023 إنه عندك إبداع حقيقي في كادرات كتيرة جدا. لو قعدنا نسمي حاجات هنلاقي كلام كتير. خليني قبل ما أسمي هذا الإبداع أقول لكم البرومو اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي على الشاشة. ده برومو علشان إن شاء الله تتفرجوا عليه كمسلسل في 2024، يعني رمضان المقبل. والشركة المتحدة للخدمات العالمية بتعلن عن أول مسلسلات دراما 2024. هو ده الشغل الاحتراف، أنت بتختم موسم درامي ضخم جدا، كبير جدا، كان فيه مجهود، وكمان بتقول إنك جاهز وحاضر بمسلسل الحشاشين. المسلسل ده إيه؟ المسلسل ده مأخوذ عن أحداث حقيقية كانت ودارت في القرن الحداشر، وحيكون بطولة النجم الجميل كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، أمير المصري، وعدد كبير من النجوم. التأليف لعبد الرحيم كمال أهلا، وإخراج بيتر ميمي. وحشونا أكيد في رمضان ده، لكن هيكونوا معانا في 2024. زي ما أنتم شايفين البرومو بيقول إنه إنتاج ضخم، بيقول إنه قصة هنستمتع بيها، بيقول إنه هنشوف حاجة مختلفة. سيعود كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال وبيتر ميمي في 2024 من إنتاج ضخم للشركة المتحدة اللي أعلنت مبكرا جدا قبل نهاية الشهر الكريم أو مع نهاية الشهر الكريم بأولى مسلسلاتها في 2024.